أرحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. ضيفتنا في هذه الساعة مصممة الأزياء اللبنانية زينة كاش. زينة صاحبة خبرة طويلة بمجال التصميم بدار المصمم العالمي زهير مراد، وهي استقلت هالسنة لتطلق أول مجموعة لها لفساتين الأعراس. بالإضافة إلى ذلك زينة تقوم بتصميم فساتين السهرة والأكسسوارات التابعة لها. زينة أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة. بالبداية يعني السؤال الأول، أنه ليه اخترتي الاستقلالية عن المصمم زهير مراد؟ أنا اشتغلت مع زهير مراد 6 سنين، ضليت معه 6 سنين، وبعد 6 سنين حسيت أنه خلص تعلمت كل شيء منه، أنه هو جامعة بحد ذاته زهير مراد، تعلمت كل شيء منه خاصه بالفاشن من الاي لزدي، وحسيت انه خلص صار وقت انه ببلش لحالي. اكيد يعني هيدا الشيء الطبيعي، شيء طبيعي، ستيب الطبيعيه. يعني انا عم شوف هيك المجموعه الاولى، مبروك اول شيء المجموعه الاولى لفساتين الاعراس، بنلاحظ انه ما بتحمل طابع واحد، يعني بنلاحظ انه تصاميم مختلفه عن بعضها، كانه بترضي ازواق كثير زينه، حسب كمان ما عم نشوف وحسب ما عم بيشوفوا المشاهدين. هلا رح نشوف مجموعه من فساتين الاعراس. ايه انا وقت هيدي الكولكشن عملت كولكشن 20 فستان، هيدي اول كولكشن بعملها، وحبيت اعملها مقصد انه من كل في كل القماشات وكل القصات وكل الموديلات، انه لحتى ارضي الكل، انه ما فيك تعملي الحق خاصه بالاول هلا انه اعمل ثيم معين وبركي مثلا شيء وحده ما حبيت او انه مش ستيلها، كرمال هيك حبيت انه شكل من كل شيء، انه كل فستان له قصته وله مصدره وله هيدا، كرمال هيك حبيت هيك اعمل كمان شكله. هيك لاحظت هيك في هيك طابع رومانسي نوعا ما، هو يعني نهار العرس بحد ذاته هيك العروس هيك بتكون شكلها هيك بالاجمال طابع هيك غالب عليها الطابع الرومانسي، يعني حتى القماش اللي مستعملتيه يعني هو اي اكثر مثلا مثل هيدا الفستان حسيته كثير رومانتيك زينا. ايه مزبوط، هيدا معمول من التيل، وهيدا اذا هلا ما كثير مبين بس منه ابيض، لونه رمادي مخالطه الابيض والرمادي، انه بركي مثلا انا شخصيا ما بحب مثلا فستان عايز يكون ابيض، بفضل انه يكون في شيء هيك شيء لمسه غير، فكثير مغيره شوي بالالوان، وهيدا اللي شايفتيه الورا لونه زهر مبين. بحب يكون شوي بس يعني بالحديث عن الالوان زينا، ما بيفقد فستان العرس هيك رونقه؟ لا بالعكس، اذا خرج عن اللون الابيض، لانه الفستان الابيض بالنسبه للاذهان الناس هو هيك كان، انه العرس هو ابيض، يعني فستان العرس انه فستان عرس ابيض، هيك كانت العقليه، بس انه هلا خلص صارت الوحده بتروح انه تكون شوي فانكي، بدها تكون غير عن العاده، انه تكون شوي مختلفه، فانه حلو يكون في شي تاتش هيك حلو سبيشل. يعني فستان العرس اجمالا زينا ما بيخضع لموضه معينه؟ ليكي ما انه شوي انه للليمت معينه بس مش كثير، لانه بالنهايه كمان الوحده ما فيها تتبع فستان العرس انه شو دارج، بدها تشوفيه شو بيلبق لها كمان وكيف ستيلها بالحياه وكيف هيدا، وتتبع بالفستان العرس مش انه تطلع عن هالمواضيع. بهمك كاركتير يعني الصبيه اللي عم تعمل فستان عرس، لما تتعرف عليها بتقدري تستوحي من كاركتيرها؟ ايه دغري بقدر اعرف انه الفستان شو بيلبق له، اي فستان بيلبق له وكيف، ايه مثلا مش نفس الفستان بيلبق للكل حسب كل وحده كيف كاركتيرها كيف هيدا. طيب بالنسبه للقماش، يعني قلتي لي الفستان اللي انا هيك لقيته كثير مهضوم وهيك فانكي يمكن، مع انه هيك فيه شيء روماتيك، التول هو النمبر 1 او لا؟ انا بحب الليس كثير، يعني كل الفساتين هيك دخلت لهم تاتش اوف ليس اذا ما كان كله ليس وهيك، لانه اتس فيري رومانتيك، مثل هيدا ليك رازمير وتخله تاتش اوف ليس، بحب الليس، اتس فيري رومانتيك وفيري اليجنت، انه بتحسي لو عمر الزمن كله بيضلوا الليس هو انه الاساس فستان العرس، انه كثير كلاسي. عم شوف الاكسسوارات كمان، يعني بتحرصي زينة على تصميم الاكسسوارات، يعني خصوصا اكسسوارات التابعه لفساتين الاعراس، ورح نحكي هلا كمان هيك عن فساتين السهره. اذا بتنتبهي انا مش كل شيء انه لانه بحب يكون شوي شغله فانكي، ما بحب العروس على طول تحط طرحه، بركي بتحب تحط شابو على راسها او شيء خاصه، شيء ورده، شيء شغله، بقى كل فستان عملت له ديزاين لاكسسوري معينه للراس، انه بتطلع هيك شوي غير عن العاده، واذا بدها تضلها ماشيه بالتراديشنال وتحط طرحه ما في شيء ما بيمنع يعني. حلو هيدا كثير، مثلا هون عم نشوف لون الورده الفيولي تقريبا. زينا الفساتين تبعولك منك ما كثير فيها شك وما كثير معجقه،
انا هيك انه انا ستيلي مور سيمبل، ما كثير بحب يعني بحب انا الفستان يكون بحد ذاته هو مكمل حاله، والتطريز يكون اكسترا مش نساسيتي بالفستان. انه اذا بدك تزيد التطريز على الفستان، بس انه هو الفستان بحد ذاته كامل مكمل بلا تطريز. قريب نوعا ما لهيك الذوق يمكن الاوروبي اذا بدنا نقول. فيك تقولي يمكن ايه، لانه انا درست بايطاليا يمكن عندي هالتاتش ما بعرف. لا بس اكيد اكيد حلو كثير. بالنسبه لفساتين السهره يعني لا يمكن قريبين العروس بتكون ايه اذا لمجموعه معينه ايه فيها تكون عندها عرس سهره برام حيلا شيء بعمل لهم فساتين، بس فساتين السهره انه بتجي على الاتوليه ما بتلاقيهم، بعمل لهم كاستم ميد انه على الطلب الوحده اللي بدها بعمل لها فستان سهره. واي هيك اكثر الوان يعني اذا عندك مجموعه يعني عندك العروس واللي حوالين العروس يعني الشبينه اذا بدنا نقول او اخت العروس او امها هيك شو بتنصحيهم اي اكثر الوان اجمالا وقت اللي تكون مثلا الشبينه جايه او ام العروس او هيدا بتبقى العروس هي جبرتهم مش انا، بتبقى جبرتهم انه مثلا لون الورد هيك بتكون تلبسه هيك، واذا لا بتشوفي الوحده شو بيلبق لها، او مثلا هون فيك تتبعي الموضه انه شو الالوان الدارجه بتعملي لها فستان على الالوان الدارجه وهيك، او اذا لا بتشوفي هي كمان شو اكثر شيء لبق لها غير اذا كانت مجبوره بشي لون سبيسيفيك. طب زينة انت عاده هيك يعني بيكون عندك افكار مسبقه اذا بدنا نقول انه السمره بيلبق لها هيك، الشقره بيلبق لها هيك، اللي شعرها شوي على ايه بس انه كمان هيك ولا بس مش ضروري على طول، لانه مش كل الشقر بيلبق لهم نفس اللون ومش كل السمر بيلبق لهم نفس اللون، انه كل وحده حسب كمان بتفرق الكاركتر تبع الشخص كمان. طب يعني زينة اطلقت مجموعه فساتين الاعراس ضمن حفل افتتاح صار، ممكن نشوف عرض لك بيحمل اسمك على نطاق اوسع؟ ايه ان شاء الله نكست ستيب انه خطوه خطوه، اول مره عملت برزنتيشن عرضت الكولكشن وعملت عزمت البريس وعزمت العالم، وهلا بركي الخطوه الثانيه انه يكون عرض ازياء مجموعه معينه. طب ايه؟ يعني كيف ممكن هيك تستوحي يعني مبين هون مجموعة فساتين أعراس كأنه نتيجة خبرة سنوات كثيرة، إذا بدك تختاري تام معين زينة كيف تستوحي؟ يعني بعمل كثير ريسيرش إذا بدي أشتغل على تام سبيسيفيك، بدي أعمل كثير ريسيرش شوف شو دارج شو مش دارج، إنه في ترندز سبيسيفيك بالحقيقة، أو إذا أنا على بالي أشتغل بشي لاين سبيسيفيك بمشي فيه، فيها تكون من اوبجكت تستوحي كولكشن كلها سوا، ما ضروري يكون ايه. والاكسسوارات هي الاكسسوارات الكامله يعني من اذا بدنا نقول من شابو كنت عم تقولي لي لبروش فيها تكون لا حاليا عم بعمل بس اكسسوارات انه هيد اكسسوارز، ستيب ثانيه ان شاء الله بصير اعمل كل شيء. ممكن هلا توسعي ايه مثلا شو فيها تشمل فيها تكون شوز باجز بروشيت اكسسوارز ساور عقود كل شيء. قد ايه اصعب يعني هيك مجموعه تكون اذا بدنا نقول هوت كوتشور هيدي من ما اذا بتفكري يوما ما يكون عندك هيك مجموعه بريتا بورتي بس هي الهوت كوتشور؟ هلا هني الفساتين هولي فيك تقولي انه معولين بطريقه هوت كوتشور بس بريتا بورتي انه فيها الوحده تيجي تاخده وتمشي انه اتس ايزي، و اكيد بعدين بدي يصير اعمل كمان كولكشن. هلا كل فساتين الايفنينج دريسز عندي هن اوت كوتور لانه بدي دي ار كاستم ميد، بعدين اكيد بدي اعمل كولكشن ايفنينج دريسز بريتا بورتي كمان ان شاء الله. هيدي هون عم تشوف الطبقات كمان كثير حلوين. زينة الاتوليه تبعك بالحازميه بمنطقه الحازميه ببيروت، شو الخطوات اللي يعني لتثبتي يمكن اليوم حالك اكثر على الساحه هيك اذا بدنا نقول اللبنانيه، نبلش بالساحه اللبنانيه، شو الخطوات اللي ناويه تعمليها؟ هلا اول شيء عم بعمل دعايات كثير، وانه اول شيء تتعرف العالم انه انا فتحت ويشوفوا الكولكشن، وكثير متكله على السوشيال ميديا لانه كل العالم هلا صارت بتتجه مور للسوشيال ميديا، وهيك ستيب باي ستيب تنشوف. طب وبتفتكري يعني هيدا الذوق اذا بدنا نقول الناعم نوعا ما بفساتين الاعراس كمان بينطبق يعني انت اكيد بتعرفي نساء عربيات كثير وبتعرفي اذواق نساء عربيات كثير كمان بيختلف شوي كيف بيختلف؟ هلا بتحسي انه مثل ما قلتي انه انا عندي شوي تاتش اليوروبيان للفساتين، يمكن النسوان العربيات مش كلهم هلا بس انه في منهم كثير بيحبوا اكثر الشك والتطريز، وانه يمكن ما كثير يحبوا هالستايل
بس انه حتى هلا صاروا النسوان العربيات بيحبوا اكثر انه يروحوا انتو مور سمبل ثينجز. زينا اذا عم تشوف هيدا شفت هون الشريط نوعا ما لونه اسود مضبوط مثل ما شفت مضبوط مش جرأة كثير نوعا ما انه تدخلي لون اسود لعروس. ايه اول شيء فيك تقولي بس ما فيك تتخيلي شو عم بحبوه وشو عم انه مثل ما هو انه بدهم اياه هيك انه اول شيء بتفكري انه ما حدا حيحب هالشيء بس كثير عم بيحبوا انه هيك بس لانه في لمسه صغيره انه جريئه بالفستان جريء نوعا ما. وهيدا الفستان اللي كان بدي هيك بسرعه نعلق عنه زينا لونه بلاتين اللي لونه بلاتين. هيدا فستان بينلبس كتب كتاب يمكن بينلبس سهره وفي كمان العرايس عم ياخذوه كمان انه كثير في وحده عن جد بتجي اوقات انه ما بدها حسب كمان اذا عم كيف قد ايه عمرها وهيك انه ما بدها ابيض. نحن على كل حال زينا بدنا نتمنى لك التوفيق بكل خطوه بتقومي فيها. شكرا لحضورك معنا مصممه الازياء اللبنانيه زينا كاش. اهلا وسهلا اهلا فيك معنا باليوم على الحرة وكل التوفيق. مشاهدينا هذه عودة للزميلين أنجي وباسل. شكرا جزيلا لك يا منى ولضيفتك طبعا. وعلى فكره انجي كانت بتتابع اللقاء ده بكل تفاصيله حته حته. اولا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم في قناه اليوم والى اللقاء. مني انا انجي انور ومن جميع مشاهدينا في اليوم على الحره اشكر حضراتكم والى اللقاء في بدايه الاسبوع القادم.